إذا توقف التسويق. عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يعطيكم العافية. اليوم بدنا ناخد نكمل البروتوكولات للدراج ديزاين والبرنسبلز الأساسية للدراج ديزاين. أول إشي يا جماعة، can you see my desktop? I want to share with you my desktop. دكتورة. ممتاز. إذا أنتوا هلأ شايفين السلايد. ممتاز. من البروتوكولات يا جماعة المهمة للدراج ديزاين اللي هي اسمها Functional Group Modification. إحنا خلصنا يا جماعة في المحاضرات السابقة، خلصنا البروتوكول الأولاني اللي هو Cutaway Pieces of Lead، وشفنا مثال من Cutaway Pieces of Lead اللي أدى لسارة جديدة. هيك هو الدراج ديزاين يا جماعة، بعمل ديزاين، بجرب، بحصل على سارة جديدة، بحصل على صيحة كبيرة في عالم الأدوية. ماشي؟ تعالوا يا جماعة نشوف هون الفانكشن جروب موديفيكيشن. هون هلأ في سؤال بدي أسألكم إياه، يا ترى إذا أنا غيرت فانكشن جروب في الدراج، هل ممكن إنه يتغير المرض؟ هل ممكن يتغير التارجت؟ هل ممكن تتغير صفات الدراج؟ هل ممكن تتحسن صفاته وتخف السايد افكت؟ الجواب نعم، ومرأت عليكم أمثلة عديدة في الدوائيات الثلاث. راح أتطرق لمثال مرأ عليكم بدوائية ثلاث اللي هو مثال الكاربوتاميد والتولبيوتاميد. الكاربوتاميد يا جماعة زي ما أنتم بتعرفوا عبارة عن سلفا دراج، عبارة عن أنتي بكتيريال سلفا دراج. ماشي؟ سلفا دراج قديم. هذا الكاربوتاميد يا جماعة لاحظوا فيه فوق ما أنه بوتنت وفوق ما أنه الأكتيفيتي له عالية أز أنتي مايكروبيال أو أنتي بكتيريال ايجنت، لاحظوا أنه عنده سايد إفكت، بس السايد إفكت هذه حلوة، استفادوا منها واستغلوها، وانفتح باب جديد لتايب جديد من الميديسن. ايش هي السايد افكت؟ انه عنده ايضا انتي ديابيتك افكت او انتي ديابيتك سايد افكت. والسؤال اللي بطرح نفسه، هل انا بقدر اعطي الكاربيوتاميد للمريض؟ هل انا بقدر اعطي كاربيوتاميد للمريض؟ الجواب لا. أي مريض فيهم دكتورة؟ مريض السكري. هل بإمكاني أنا أعطي الكاربوتاميد لمريض السكري؟ لا دكتورة، الجواب لا. سواء كان تايب 1 ولا تايب 2 دكتورة، مريض الديابيتك بيحتاج أنه يأخذ أدوية الديابيتك لأشهر عديدة، وأنا ما بيصير أعطي أنتي مايكروبيال وأنتي باكتيريال إيجنت لأشهر عديدة للإنسان المريض، ما بقدر أعطيه، بيصيبه ريزيستنس ضد المضادات الحيوية أو ضد هذا النوع من المضادات الحيوية. أوكي، طب شو نعمل؟ شو نساوي؟ الكاربوتاميد واضح إنه السيلكتيفيتي إله قليلة، مش سيلكتيف. الكاربوتاميد بيروح إذا سلفا دراج بيروح على البكتيريا، على تارجتات البكتيريا، بيخترق السيل وول بيروح على تارجتات البكتيريا، وبيروح كمان على تارجت السلفونيليوريا. السلفونيليوريا بيروح على تارجتات هناك سلفونيليوريا. ماشي؟ يعني اللي يعني بتعالج مرض الديابيتك. اوكي، فانا عندي هنا السلكتيفيتي قليله، فقاموا فكروا، قالوا تيجوا نحول الكاربوتاميد لدواء سكري، تيجوا نلغي زي ما عملوا مع الاندوميثاسين والسيروتونين، تيجوا نلغي السعاده في السيروتونين ونضيف انتي انفلاماتوري افكت. نفس المبدا، تيجوا يا جماعه نلغي الانتي بكتيريال افكت او الانتي بكتيريال اكتيفيتي من الكاربوتاميد، يجوا يا جماعه نلغيها ونحوله لدواء جديد ويصير بس بوتنت اند هايلي اكتيف انتي ديابيتك ايجنت. وهذا اللي عملوه. مين هذه الفانكشنال جروب الاساسيه اللي هي تعتبر فارماكوفور وجزء لا يتجزا من الفارماكوفور؟ اذا راحت ايش بيصير في الانتي بكتيريال اكتيفيتي؟ بتروح بتتلاشى، اللي هي الـ NH2 أو مجموعة الأنيلين، بالأخص مجموعة الأمينو. واضح إنها فارماكوفور، واضح إنها جزء لا يتجزأ من السار. شو عملوا يا جماعة؟ قاموا شالوا الـ NH2، وشو حطوا بدالها؟ حطوا بدالها CH3. شو حصلوا؟ حصلوا modified
كاربوتاميد، موديفايد كاربوتاميد، يعني ديزاين جديد. ايش سموه؟ بما انهم غيروا الانيلين لتولوين سموه تولبيوتاميد. والتولبوتاميد يا جماعه هذا مش غريب عليكم، مرق عليكم. التولبوتاميد، تولبوتاميد يا جماعه فتح باب لادويه جديده بعالم الديابيت. ديابيتك 2، مش ديابيتك 1، ديابيتك 2. فتح الباب لادويه جديده اسمها سلفونيليوريا، فتح الباب. اوكي، وكان هذا هو اول دراج او اول ميديسن من الفيرست جينيريشن اوف سلفونيليورياز، وهو انتي ديابيتك دراج. ولا يزال التولبوتاميد يا جماعه بالسوق بينباع، لا يزال يا جماعه موجود بالصيدليات التولبوتاميد، لكن قعدوا يطوروا فيرست جينيريشن سكند جينيريشن، ماشي، هم على ابواب ثيرد جينيريشن لسلفونيليوريا. وبتعرفوا يا جماعه مش بس هيك، اذكركم، انتم بتعرفوا، اذكركم انه السلفونيليورياز ار ذا موست بوتنت دراجز، ار ذا موست بوتنت ميديسينز از انتي ديابيتيك دراجز او انتي ديابيتيك ايجنتس لعلاج اي تايب من السكر، تايب 1 ولا تايب 2، تايب 2، هذول ذا موست بوتنت. اوكي، مين فتح الباب او مين تصدر هاي المجموعه واول دراج صنع من هاي المجموعه؟ كان في الفيرست جينيريشن هو التولبوتاميد، وهو عباره عن موديفايد كاربوتاميد. هل طلعوا كسبانين من هذا الموديفيكيشن وكل هالاكتشاف والديسكفري الكبير؟ ما طلعوا كسبانين؟ نعم يا دكتوره، استفادوا من السايد افكت الكاربوتاميد وحولوا الكاربوتاميد لنيو دراج از انتي دايابيتيك ايجنت. تعالوا يا جماعه على المثال الثاني اللي اخذتوه بميديسينال 1 اللي هو عباره عن كلوروثايزايد والديازوكسايد. الكلوروثايزايد دكتوره الفرق بينهم ايش؟ الفرق بينهم سلفوناميد، هاي اس او 2 اسمها السلفون او سلفونيل، سلفون، سلفونامين او امينو سلفون او سلفوناميد، ماشي، هيك اسمها. طيب وايش عندي هنا؟ انا عندي كلور، يعني شالوا السلفوناميد او شالوا السلفوناميد ماشي وحطوا بدلها كلور. نعم، ليش؟ الهيئه يا جماعه ان كلوروثايزايد زي ما بتعرفوا هو عباره عن دواء ضغط، it is anti-hypertensive agent، بنظم الضغط مع سايد افكت حلوه ومش حلوه. حلوه هاي السايد افكت لما بيكون المريض عنده ايديما، ومش حلوه لما يكون المريض عنده جفاف اللي هو مريض الضغط. ايش هي السايد افكت؟ سترونج دايريتيك افكت، فيري سترونج. طبيب القلب يا جماعه اللي بيكتب ادويه الضغط، ماشي، قبل ما يكتب دواء الضغط بيفحص المريض كلينيكيا على السرير، بيفحصه، واهم شغله بيفحص فيها المريض اللي هي اطرافه، اجريه، سيقانه، ايديه، بيشوف هل في ماء متراكمه تحت الجلد وبين التيشوز، لا الـ يعني بين التيشوز للخلايا، بيشوف بيفحص اذا في إديما او اذا في مي زياده ممكن يكتب له كلوروثايازايد. كلوروثايازايد يا جماعه خافض للضغط او منظم الضغط، انتي هايبرتنسيف، وبنفس الوقت بخلص الجسم من المي الزايده. سبب المي الزايده يا جماعه قله الحركه، سبب المي الزايده يا جماعه خلل في القلب، الافشنسي للقلب. ايش سبب الخلل هذا دكتوره؟ سبب يا جماعه انه سنوات طويله بيكون مصاب المريض بالضغط، بياثر على القلب وعلى كفاءه القلب. اوكي، وبالتالي هذا الدواء مفيد لمريض الضغط المصاب بالإديما. طب افرض المريض عنده ضغط عالي وما عندوش إديما، عنده جفاف، هل بيلاقوا كلوروثايازايد؟ لا. وبالتالي يا جماعه عشان يزيدوا مبيعات الكلوروثايازايد، الكلوروثايازايد بس بنباع لمين؟ لمرضى الضغط اللي عندهم ايش؟ اللي عندهم إديما. طب كل مرضى الضغط في الدنيا عندهم إديما؟ لا، معظمهم ما عندهم مش إديما. عشان يزيدوا من مبيعات الشركه ويزيدوا من مبيعات هذا الدواء يا جماعه، راحوا طوروا الدواء نحن سكوت؟ لا والله، قاموا شو عملوا؟ تيجوا نشيل المجموعه المسؤوله عن الدايريتك. مين المجموعه المسؤوله عن الدايريتك بالكلوروثايازايد؟ NH2SO2 هي امينو سلفونيل او امينو سلفون.
هاي المجموعة شالوها وحطوا بدالها السي ال وحطوا عملوا بلوك للبوزيشن كمان بسي ال بهالايد. اوكي شو حصلوا؟ حصلوا موديفايد كلوروثيازايد، موديفايد كلوروثيازايد اللي هو ديازوكسايد. ديازوكسايد يا جماعة هو دواء ضغط، هو انتي هايبرتنسيف ايجنت لكن without any diuretic side effect. وبهيك يا جماعة ديازوكسايد يلائم مرضى الضغط اللي ما عندهم مش إديمة، بينما كلوروثيازايد يلائم مرضى الضغط اللي عندهم إديمة. مين فيهم المور سيلكتيف إذا أنا جبتهم في الامتحان؟ مين المور سيلكتيف؟ الديازوكسايد. ومين اللس سيلكتيف؟ الكلوروثيازايد، لأنه بروح على تارجتين ماشي، بينما هذا بروح على تارجت واحد. تعالوا يا جماعة على السار، وهي البروتوكول الثالث. البروتوكول الثالث لإيش؟ للدراج ديزاين، وهو بروتوكول جدا مهم. عن إيش بتحدث دكتورة هذا البروتوكول؟ بتحدث عن ستركتشر اكتيفيتي ريليشن شيب. ولكن قبل أن أدخل بتفاصيل ستركتشر اكتيفيتي ريليشن شيب بدي أعرف شغلتين، أو هون في تو تيرمز شود بي نون، ستركتشرالي سبيسيفيك دراجز وستركتشرالي نون سبيسيفيك دراجز. Structurally specific drugs يا جماعة وهي تمثل most drugs in the market، بينما minimum drugs are in the market، صح ولا لا؟ طب هدول شو هدول؟ هدول يا جماعة اللي structure تبع الactive ingredient، structure تبع الactive ingredient ماله اسمه structurally specific، يعني هم مصنفين على هو structure للactive ingredient، هيك مصنفين. طيب ايش صفاتهم؟ ايش بيعملوا؟ اول اشي بسبب الستركتشر تبعهم، الستركتشر تبعهم معروف، ولانه الستركتشر تبعهم معروف وسبيسيفيك، السار تبعتهم معروفه، ولانه السار تبعتهم معروفه الريسبتر والانزيم اللي رايحين له معروف، اذا اكت ات سبيسيفيك سايتس. معروف معروف هذول الدرجز اللي مع الستركتشر سبيسيفيك دراجز معروفين شو حيعملوا جوا الجسم، وين رايحين، مع مين حيرتبطوا، برو دراج ولا لا، وكيف حيطلعوا من الجسم. الكيمياء تبعتهم المتعلقه بالكيميكال ستراكشر للاكتيف انجريدينت معروفه ومكشوفه، اذا they act at specific sites. معروف الريسبتر والانزيم، وبالتالي معروفه السار، وبالتالي الاكتيفيتي والبوتنسي لهؤلاء الدراج بتتغير نتيجة تغير بسيط بالسار. أي تغير بسيط بالسار ترى البوتنسي والأكتيفيتي تبعتهم تغيرت. ليش؟ لأنهم ستركتشر سبيسيفيك. النوعية القليلة وهي أقلية، النوعية القليلة بالماركت اسمها ستركتشر نون سبيسيفيك دراج. يعني دكتورة يعني الأكتيفيتي that they show doesn't depend on their structure أو on the structure of the active ingredient. The structure of the active ingredient ملوش علاقة، يعني مش عارفة، ملوش علاقة بالactivity. The structure ما إله علاقة بالactivity. هو بيفوت هالدرج، بيفوت بيعمل عمايله بيطلع بيأدي الوظيفة خلص، وما هواش درج لمرض كبير، ما هياش درجات لمرض كبير واو اللي احنا نخاف عليه. أوكي عشان هيك بتلاقي العالم مش كتير مهتمين. إيش هم هدول؟ بقول لك مش معروف لهم سايت، نو سبيسيفيك سايت اوف اكشن، مش معروف لهم هو السايت اوف اكشن، مو معروف. اوكي ليش؟ لانه السار تبعتهم مش معروفه، وبالتالي they have lower potency. اشوى الحمد لله they have lower potency، مش كتير سامين. يعني similar activities with varied structures. ايش يعني؟ يعني كتير في drugs لهم نفس الاكتيفيتي وبيعملوا نفس الشيء بالجسم، they show the same activity لكن الستركتشرات مختلفة تماما. ايش معناته هالحكي؟ معناته ما في سار، ما في سار تحكم الاكتيفيتي، ما في structural activity relationship، ما في relationship بين الاكتيفيتي تبعتهم والستركتشر، ما في. اوكي سو عشان هيك بتلاقي varied structures show same activities. فرصة سعيدة نعرف مثل مين هدول. Various gaseous anesthetics, sedatives ولا antiseptics
ماشي، تعالوا يا جماعة نيجي نشوف القصة هاي اللي حصلت في السار. أنا بس بدي أحكي شغلة، من البروتوكولات السار إني أنا أعمل ديزاين عام اسمه الجنرال ديزاين، جنرال ديزاين، وأعمل منه ديزاينات عديدة. يعني موديفيكيشن، أيوة، ما هو موديفيكيشن أوف ليد، بتخذ هذا الجنرال ديزاين ليد وبعمل فيه تغيرات وبغير، بعمل موديفيكيشن موديفيكيشن موديفيكيشن، بضلني أغير أغير وأصنع، أطلع يعني ديزاينات جديدة وأصنع الديزاينات، ماشي، بحصل على series of compounds. هاي series of compounds ممكن تعطيني سار جديدة، ولما تعطيني سار جديدة ممكن أكتشف تارجتات جديدة، ممكن أكتشف أمراض جديدة لهذا الديزاين. وهذا ما حدث. اسمعوا القصة اللي حصلت فعلا. اتخذوا من سلفانيلاميد اللي هو ليد من ليدات السلفا دراجز، اتخذوا منه ليد وحددوا الجنرال فورميولا. هذه هي الجنرال فورميولا لمين؟ للسلفا دراجز. انتوا بتعرفوا يا جماعة اخذتوا السلفا دراجز، اخذتوا انه السلفا دراجز الفارماكولوجي، يمكن اخذتوا انها انتي مايكروبيال وانتي بكتيريال دراجز قديمة من قدم الزمان، من قدم التاريخ، لا مش من قدم الزمان، يعني قبل 100 سنة تقريبا، قبل 100 سنة، قبل 90 سنة، كانت هي السلفا دراجز هي الانتي بكتيريال او الانتي مايكروبيال، ماشي. وانتم بتعرفوا يا جماعة انه مش كل الاجسام بتتقبل السلفا دراجز، ماشي، اوكي. اتخذوا من هذه الفورميلا جنرال فورميلا سلفا دراجز، واتخذوا من سلفانيلاميد حيث R تساوي H NH2، يعني اتخذوا من سلفانيلاميد ليد، عملوا 10,000 ديزاين. الله، 10,000 ديزاين، أيوة 10,000 ديزاين. الديزاينات صنعوهم سنتي، بعد الديزاين إيش بيجي؟ سينثيسز. صنعوا 10,000 ديزاين، وبعدين عن الانفيترو بيوفيزيكال وبيولوجيكال، بيوفيزيكال ايفالويشنز يعني شروا التارجتات، شو ما عندنا تارجتات ما تقصروا، جربوا 10,000 مركب على كل التارجتات اللي عندنا ما تقصروا، ماشي. وبيولوجيكال جربوا التارجتات، جربوا المركبات اللي عندنا على كل انواع الخلايا، نورمال، كانسر، خلايا البكتيريا، خلايا مختلف أنواع البكتيريا، مختلف أنواع الفيروسات، مختلف أنواع الميكروبات، مختلف، عارفين، ما خلوا خلايا بيولوجيكال، ما خلوا إيش؟ بيوفيزيكال تارجتات. في شغلة أنا بدي أحكيها هلا، أي synthesis of series، أي synthesis of design series، هل كل السيريز هاي كل 10,000 أكتف؟ الجواب لا. ثق تماماً أي سيريز بنعمل لها ديزاين، وبعد الديزاين سينثيسيز حط في اعتبارك إنه تلتين السيريز هاي فشلت. شو يعني فشلت؟ يعني إن أكتف. طب دكتورة، والأكتف؟ الأكتف بس يمثل التلت أو الربع، يا التلت ارباع فاشل والربع أكتف، يا التلتين فاشل إن أكتف والتلت أكتف. ليش هيك دكتور أنت بتفولي؟ أنا بفولش، هاي الحقيقة. لنفرض يا ديزاينر إنك عملت ديزاين لعشرين مركب وصنعت العشرين مركب، أنت إن شاء الله نفكر إنه العشرين مركب حيكونوا أكتف، إن شاء الله نفكر هيك. إذا طلع التلت أكتف you are lucky، عرفت علي كيف؟ حط في اعتبارك إنه 15 مركب حيكونوا inactive وخمسة بس هم حيكونوا الخيرة، ماشي، selected، أوكي. هيك الدنيا ماشية في عالم الأبحاث. يعني بدي أحكي لكم من الآخر إنه نتيجة الانفيترو، نتيجة الانفيترو تلتين 10,000 inactive والتلت بس active.
طب الان اكتف هدول كبوهم؟ لا خبوهم، بلكي طلعت تارجتات جديده من كبش اشي. طيب وبعدين التلت اللي نجح او التلت الاكتف دخل الكلينيكال، ما شاء الله حلو، والله قصه حلوه هاي شوقتينا. وبعدين بعد الكلينيكال the clinical trials shows three different activities. يعني هدول التلت اللي نجح واللي طلعوا active اتصنفوا ل three types of diseases. ايش هم؟ في مجموعة من التلت اللي نجح اعطت activity antimicrobial، وفي مجموعة من اللي نجحوا أعطت activity diuretic، وفي مجموعة من اللي نجحوا أعطوا activity antidiabetic. لحظة، الثلاثة هدول مين ليدهم؟ سلفا دراجز، أو مين ديزاينهم؟ سلفا دراجز. دكتورة الثلاثة سلفا؟ يس الثلاثة سلفا دراجز. ومين ليدهم؟ سلفانيلاميد. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نشوف السار تبع الأنتي مايكروبيال والسار تبع الديابيتك والسار تبع إيش الدايريتك. ماشي؟ طيب هذا السلايد والسلايدات اللي بعدي تنحفظ حفظ زي اسمكم. ليش يا دكتورة؟ لأنها بتيجي في الامتحان. طيب أوكي أبشري. لا لا لا، بس في شغلة بدي أحكي لك إياها. أنا ما رح أجي لك في الامتحان أقول لك سمع أو كوريلي. لا 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 لا، أنت لازم تفهم وتحفظ علشان تعرف تفرق بين الديزاينز. أنا في الامتحان حجيب لك ديزاينز ولازم تكون دقيق. أوكي؟ ماشي؟ طيب هلأ بدي أتعامل معاك على أنك دراج ديزاينر، بدي أخاطبك وأقول لك إليك الزبدة. أي زبدة؟ إليك السار التي يجب أن تتوفر. If you want to design the best design of antimicrobial agent, if you are a drug designer, هيك بيجي الامتحان. If you are a drug designer and you are interested in developing antimicrobial agent, أول بتشوف antimicrobial مين بخطر في بالك؟ السلفا دراجز. ماشي؟ antimicrobial agent. عليك أن تقتدي بالشروط التالية اللي موجودة بالسلايد in order to get the best design antimicrobial agent. The best design. حلو. وشو تعريفك يا دكتورة للبست ديزاين؟ لم حيجي سؤال في الامتحان. What is the best design? What is the best design? نشوف شروط البست ديزاين. أول إشي أكتف، يعطيني أكتيفيتي. ماشي؟ ثاني إشي بوتنت، يعطيني بوتنسي. يا جماعة في كتير دراجز بتعطي الأكتيفيتي اللي بدي إياها لكن بتراكيز مختلفة. مين أفضل واحد فيهم؟ الموست بوتنت. مين الموست بوتنت؟ هو ذلك الدراج اللي بيعطيني الأكتيفيتي اللي بدي إياها with low dose. هذا البوتنت. بدك بوتنت ولا ما بدكش بوتنت؟ يا دكتورة بدي بوتنت. طبعا اذا هاي رقم اثنين بوتنت. ثلاثة مينيمم، المينيمم سايد افكت. مينيمم سايد افكت، بتكون السايد افكت مقبولة. مش سايد افكت مش حلوة تموت. مش سايد افكت تأدي لديزاينك انه ينسحب من السوق زي ما بعض الناس انسحبت ديزايناتهم من السوق زي اللي بالي بالك. نزلت السوق وانسحبت. لا، هذا ما اسموش بس ديزاين. اوكي؟ هاي هي السؤال هلأ. If you are a drug designer and you are interested in developing an antimicrobial agent، ماشي؟ لازم تقتدي وتحط بين عينيك الشروط اللي موجودة في السلايد هاد. احنا منقدم لك زبدة البحث. إحنا حضرنا 10,000 مركب. عرفنا السار من الفشل مش من النجاح. عرفنا من الإنأكتف إيش هو الأكتف. ماشي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق
النجاح والفشل. طب دكتورة ليش ربنا ما خلق النجاح بس لحاله؟ ليش خلق مع الفشل؟ عشان نيأس؟ لا، عشان تعرف قيمة النجاح. ما بتعرف قيمة النجاح إلا إذا فشلت، ماشي؟ ربنا خلق المرض والصحة، ما بتعرف قيمة الصحة إلا إذا مرضت، ماشي؟ خلق ربنا الخير والشر، عشان تعرف قيمة الخير لازم تشوف الشر. وهون نفس الشيء في عالم الديزاين، عندنا الأكتف وعندنا الإنأكتف. كيف بعرف الأكتف وبعرف السارة الناجحة؟ كيف؟ عن طريق إيش؟ عن طريق الفشل، عن طريق الإنأكتف. أول إشي، the best design of antimicrobial agent should have the general formula. بقى الله، general formula، أيوة general formula، وهي عبارة عن para substituted aniline. يعني أنا عندي هنا aniline، ماشي، وعندي substituent على para اللي هي alkyl group. أها فهمنا. وبعدين وما هي الالكيل جروب؟ In order to get a best design for antimicrobial agent. الالكيل جروب قد تكون سلفونيلامين أو سلفونيلاميد with substituted one substituent on nitrogen. This is it. وإيش كمان؟ حلو الكلام. يعني السلفونين هو سلفة، ولازم جنب السلفون لازم يكون عندي أمين. حلو، NH، وفي substituent على الأمين ألكل. وما هي ألكل؟ حنجيها بعدين. طيب، أو ممكن يكون إيش عندي هنا؟ سلفونيك أسيد. يا جماعة في فرق بين السلفونيك والسلفون. السلفونيل أو السلفون SO2، السلفونيك أسيد SO3H، ينحفظوا بالله. هاي سلفونيك أسيد، وهي السلفون أو سلفونيل أمين. أوكي، كما في المثال التالي A و B. جرت العادة يا جماعة إن أنا أرسم كل الديزاينات هذه على اللوح. أيام زمان، أيام ما كان التعليم وجاهي، قول يا زمان، ارجع يا زمان. طيب، حيث A، هاي A، شايفين A؟ أنا عندي هون الأنيلين وعلى البارا، أيوة، مين عندي؟ عندي سلفونامين، وعندي R برايم على الأمين. حلو، إذا نحطه صح بالله، this is best design، هذا ديزاين منيح. بيجي الامتحان كيف؟ بيجي الامتحان يا جماعة بسيط وسهل. أنا بجيب ديزاينات زي هاي، يا بجيبها نفسها يا بجيب إشي زيها بشبهها، أوكي؟ وبسألك مين البس ديزاين للأنتي مايكروبيال؟ بتفليهم ديزايني، بتفليهم، بتشوفهم، بتفصفصهم، بتفصفص، أوكي؟ وبتختار الخيار، ممكن يكون أكثر من تشويس، ممكن يكون تو تشويسز، ثري تشويسز، ممكن يكون all of them، شو بعرفك؟ ممكن يكون none of them، أوكي؟ طيب، إذا هون A يعتبر best design كما يقول السلايد، وB هيها السلفونيك أسيد. شايفين السلفونيك أسيد هيك بتنكتب SOO double bond، ماشي، وOH، وسمي بسلفونيك أسيد لأنه this acid is acidic. This acid is acidic. طب دكتورة، this H أو this hydrogen is acidic. طب دكتورة الهيدروجيني هاي، yes is acidic، لكن which is more acidic؟ والله هذا السلفونيك أسيد more acidic than sulfonamine H، ماشي؟ ليش؟ عشان السحب الإلكتروني، ما سحب الإلكتروني بنجيها بعدين، أوكي؟ إذن برضو هذا، أنا عندي هنا بارا أمينو سلفونيك أسيد، أنا عندي هنا بارا أمينو سلفونيل بنزين سلفونامين، هنا أنا عندي بارا أمينو بنزين سلفونيك أسيد، أوكي؟ إذن A و B are the best designs، صح ولا لا؟ تمام، أوكي، حطوا تحتهم صح. طيب، أول شرط من شروط السار إيش هي دكتورة؟ groups must be para. الله، para، أي هدول؟ طب دكتورة ليش مش ortho-meta؟ لأنهم صنعوا الortho والmeta طلعوا inactive.
صنعوا البارة طلع أكتف. عرفتوا كيف عرفوا السار؟ عرفوا السار من الفشل، ما عرفوا من النجاح. صنعوا الأورثو، كل ما يصنعوا ديزاين في أورثو أو ميتا شو يطلع؟ إنأكتف. أوكي؟ انظر إلى ديزاين سي وقل لي هل هو بس ديزاين أور نوت. انظر إلى سي، الله، هي أنا عندي الأنيلين، عندي بنزين، وعلى البنزين عندي NH2، حلو، وعندي كمان سلفونيك أسيد، الله دكتور، هاي عندي سلفونيك أسيد وداي سبستيتيونت وسلفونيك أسيد، إذن هل هذا هو الديزاين؟ Is the best design؟ الجواب لا. طبعا يا دكتورة مش فارة. لا ولا آه؟ لا. لا يا دكتورة. لا لأنه مش الأول. لأنه مش فارة. مش فارة. مش فارة. ميتا. أوكي؟ بدك تكون دقيق وانت تفحص الديزاينات. هذا فارة. مش فارة. هذا ميتا. هذا البارا ميتا أمينو بنزين سلفونيك أسيد، شايفينه يا جماعة؟ ملكاش مصلحة بهذا، إذا نحطه إكس. ديزاين سي is not a best design. اللي بعده، طيب يقول لك هنا must be NH2، حلو، زي فرض الصلاة بيقول لك NH2. تذكروا يا جماعة، تذكروا الكاربوتاميد اللي حولوه للتولبوتاميد، كيف حولوه لدواء جديد؟ كيف حولوه لدواء جديد؟ ماشي؟ من أدوية السكر والديابيتك، كيف حولوه يا جماعة؟ حولوه يا جماعة بأنهم شالوا الـ NH2. إذن الـ NH2 هي فارماكوفور ولا لا؟ فارماكوفوريك جروب، وهي جزء لا يتجزأ من السار. Must be NH2. Or شوف هذه converted to NH2 in vivo. ايوه converted to NH2 in vivo، بيكونوا خايفين على ال NH2 هاي لتتحول لجروب اخرى inactive، يحصلها inactivation، بيكونوا خايفين عليها من انزيم معين من انزيمات الجسم، بيكونوا خايفين عليها من انزيمات البكتيريا اللي بتعمل inactivation لمين؟ للسلفا درج، بيكونوا خايفين على هاي الـ NH2، فشو بيعملوا لها؟ ماسك. كيف يعني ماسك؟ بيحولوها لفانكشنال جروب معينة، بيحولوها لفانكشنال جروب معينة اللي تتحول لـ NH2 in vivo، ما تضلهاش الفانكشنال جروب الثانية. كما في ديزاين دي، مش عارفة إذا برونتوسيل مرق عليكم قبل هيك، مين البرونتوسيل؟ طلع طلع شوف البرونتوسيل، هيو هاي شايف هاي دويرة، هاي من هون من نص الدبل بوند، من نص الدبل بوند إلى اليمين، عارفين مين هذا؟ هذا السلفانيلاميد، هذا الليد، عارفين مين هذا؟ هذا الليد. شو عملوا للليد؟ حولوا الـ NH2 لديازين، حولوا الـ NH2 لديازين. ليش الدكتور عملوا هيك؟ خايفين على النيتروجين، خايفين على النيتروجين لتتكسر، خايفين على الـ NH2، خايفين عليها، خافوا عليها، هاي يا تخرب يا تخرب، خايفين عليها من الـ inactivation. أوكي دكتورة، وبالتالي عملولها ماسك. تفضلي دكتورة، بس أنا معلق عندي على السلايد اللي قبل، مش عارفة إذا من عندي أو من عندك. شو عندك أنت؟ برونتوسين؟ عندي السلايد الأول. عندك السار؟ مش انا هون، انا فاتحه على الاستراكشرات. انت عندك السار، انا فاتحه على الاستراكشرات. انا فاتحه على الاستراكشرات هلا. لا طيب لا، مو معلق، مو معلق دكتور، تنقل بين اثنين، مو معلق دكتور. اوكي عصبيه، اسمعيني، انت عندك مشكله في المد، اذا بتقومي من محلك بتروحي على يعني بتقربي على جهاز النت اللي عندك او إشي زي هيك، ماشي؟ هاي هي. أوكي بجوز عندك مشكلة في النت عزيزتي. أوكي هذا هو البرونتوسيل. البرونتوسيل يا جماعة زي ما أنتوا شايفين الـ NH2 للبرونتوسيل مالها محولينها لديازين. ليش يا دكتورة؟ to protect NH2، هذا اسمه protection of NH2، حلو. أوكي بحموها، وبعدين يا جماعة هذا البرونتوسيل صفى برودرج، والبرودرج هذا أول ما بدخل الجسم وبيعدي وبوصل لبر الأمان
وبقرب على التارجت عند بي اتش معينه وعند في ثمه انزيم معين ريدكتيز ماشي بعمل ريدكشن لمين للديازين وبكسر الرابطه الثنائيه وبحط بدالها اتش 2 وبترجع الديازين الى سابق عهدها اللي هي الامينو. اذا صفى البرونتوسيل ايش برو دراج اكتيف انتي بكتيريال دراج. اذا سؤال، هل البرونتوسيل هو ذا بيست ديزاين از انتي مايكروبيال ايجنت؟ يس ات از ا بيست ديزاين، حطوا صح عليه. حلو، تعالوا يا جماعه اللي بعده، البند الرابع او البند الثالث. البند الثالث شو بيقول؟ ريبليسمنت اوف بنزين رينج اور ادد سبستيتوانتس. ايش بيصير؟ ديكريسز اور ابوليشز اكتيفيتي. ايوه، اما بتقل الاكتيفيتي او بتروح في الباي باي الاكتيفيتي. ايوه طيب، شو يعني؟ يعني شايفين هاي البنزينه، اوعى تسول لك نفسك ولو للحظة انك تستبدلها بحلقة اخرى مهما كانت هاي الحلقة بتشبهها. طب دكتورة نغيرها ببيريدين؟ لا. نغيرها ببيرول؟ لا. ببيريدين نو. سايكلوهيكسين؟ لا. طب سايكلوهيكسين؟ ابدا. لا تسول لك نفسك انك تغير البنزين باي حلقة اخرى. طب دكتورة كيف عرفوا؟ ما هم تشطروا قبلك وصنعوا 10,000 مركب، من ضمن الأنالوجات اللي صنعوها إنهم استبدلوا البنزين. كل ما يستبدلوا البنزين بأي رينج أخرى بلاحظوا إما الأكتيفيتي بتروح تنمحى أو الأكتيفيتي بتقل بشكل ملحوظ، بتنزل للنص للربع. نو no. أوعى. وإيش في كمان؟ Add substituents، حافظ على البنزين يكون عليها داي سبستيتوانت، تو سبستيتوانتس اونلي. طب دكتور اذا حطينا هنا سبستيتوانت ثاني، شلت الاتش وحطيت سبستيتوانت ثاني، ممنوع. ايش بيصير؟ الاكتيفيتي يا بتقل بشكل ملحوظ يا اما بصيرها ابوليشنج، ابوليشز اكتيفيتي. ماشي، على سبيل المثال اي واف. طب دكتور هم كيف عرفوا؟ ما هم صن، ما هم حطوا راحت عن بالهم فكرك، بقول لك 10,000 مركب، فكرك راحت عن بالهم يحطوا سبستيتوان ثالث ورابع. اوكي، انظر الى اي، طلع شوف. الله دكتوره تعالى شوفي بالله، شوفي اي، انا عندي هنا دكتوره سلفونيك اسيد، وعندي بارا، وعندي دكتوره امينو. ايه دكتوره بارا امينو بنزين سلفونيك اسيد؟ لحظه، انت متاكد انها بارا امينو بنزين سلفونيك اسيد؟ أنت متأكد؟ طلع شوف، هذا إي إز ذا بست ديزاين. أنت شايف إنه إي هاي بست ديزاين؟ الجواب لا. يا جماعة أنا مرة جبت الديزاين هذا، جبت الديزاين هذا إي، خميت فيه الطلاب، غشيت فيه الطلاب، الطلاب انغشوا فيه للديزاين هذا وحطوه هو البست ديزاين. لا، this is not the best design. ليش؟ لأنه بدل البنزين أنا حاطه هنا سايكلوهيكسين. يا جماعة أنتم عارفين أنه السايكلوهيكسين له كونفورميشن مختلف عن البنزين. كونفورميشن البنزين بثلاثة أبعاد، بلانر مسطح، ماشي؟ بينما السايكلوهيكسين أو السايكلوهيكسين they have a chair conformation، كرسي. إيش جاب الكرسي للمسطح؟ للمسدس المسطح، إيش جابه؟ فهمت علي؟ مختلف تماماً. Then this is not the best design. أكسي على إيه؟ ملناش مصلحة. طيب نيجي هلأ هون لمين؟ لإف. الله دكتورة هاي بنزينة، ما تقوليش وأنا عندي هون NH2، عندي سلفونيك أسيد زي ما هو، زي عندي هون بي، عندي دكتورة هون بارا أمينو سلفونيك أسيد. بحياة الله، أنت شعرفك أنه عندك بارا؟ أنت متأكد أنه عندك بارا؟ دكتورة هاي بارا، بس مش هذا هو، مش هاي تسمية المركب. تفضل رقم 1 2 3 4، انت عندك هنا 4 امينو 3 كلورو بنزين سلفونيك اسيد. يعني انا عندي هنا دمل اسمه كلور. شو بتقول السار؟ بتقول السار ان انا عندي هنا هذا الكلور ممنوع احط هنا تراي كلورو، ممنوع احط هنا سوري تراي سبستيتوانت،
لازم يكون أنا عندي هنا داي substituted بنزين. أوكي؟ داي substituted بنزين. نتوقف شباب وصبايا عند هاي المرحلة كما توقفنا ب يعني الشعبة اللي قبل. أدرسوا اللي أنا حكيته. توقفنا هنا عند R can be عند البند الرابع والخامس. أوكي؟ شكرا كثير يا شباب ويا صبايا لحضوركم المتميز. أشكركم جزيل الشكر. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. المادة زي ما أنتم شايفين سهلة وحلوة وسلسة وسلايداتها قليلة. أوكي؟ هي المادة بجزء الوحيد اللي سلايداتها قليلة. أوكي؟ لو سمحتوا تراجعوا المادة وحطوا في اعتباركم إنه المادة مش بصم. المادة فهم. أشوفكم إن شاء الله على خير الأحد القادم ومع السلامة. مرحبا.